الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستأنف إن شاء الله تعالى تعليق على الأربعين النووية، ولازال الحديث موصولا في شرح حديث جبريل عليه السلام الذي بيّن فيه أركان الإيمان. كان الحديث بالأمس عن الإيمان بالكتب. بقي مسألة واحدة، ذكرنا بأن الكتب السابقة التوراة والإنجيل والزبور، هذه الكتب قد تشتمل، لا تزال فيها بعض الحق وفيها باطل. القاعدة الكلية العامة في ما يأتينا من الأحاديث عن بني إسرائيل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني يمكن الإنسان أن يأخذ مما هو موجود في الكتب السابقة، وقد جرى عليه أهل العلم في التفاسير وفي الشروح يذكرون، يعني يرجعون بعض القصص في القرآن مثلا هي مجملة، فقد تجدها عند أهل الكتاب مفصلة، فيها أسماء، فيها أماكن، فيها تفاصيل لم تذكر في القرآن. طبعا القرآن يعني لم يتعرض للتفاصيل لأنه لا حاجة إليها، والعبرة فيما ذكره الله تعالى، فيه الهداية والنور. تلك التفاصيل لا تقدم ولا تؤخر، يعني لا ليس فيها ما يضاد ما هو في القرآن، فهو يعني مقبول حينها. هذا قسم آخر قد يكون في الكتب السابقة ما هو يعني مضاد لما عندنا في القرآن وفي السنة، فهذا غير مقبول ومرفوض. وهناك أشياء مسكوت عنها، فهذا يعني حقيقة كما سبق، فهذا لا نصدقه ولا نكذبه، يجوز روايته والحديث عنه. أمر متصل بهذه المسألة، وهي: هل يجوز أن نقرأ في كتب أهل الكتاب؟ وهذه مسألة تناولها أهل العلم من خلال حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من أهل الكتاب، فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، إلا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. يعني عمر الخطاب يأتي بكتاب من التوراة أو من أهل الكتاب، فيقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: متهوكون، يعني متحيرون، يعني فيك شك، يعني القرآن ما يكفي، جئتكم بها بيضاء نقية ليس فيها تغيير وليس فيها تبديل، وهي محفوظة من عند الله، كيف تذهب وتقرأ الكتب أهل الكتاب؟ وبين السبب، قال: يعني ممكن أن يخبروكم بحق فتكذبوا به، ويمكن أن يخبروكم بباطل فتؤمنوا به. وفي الأخير قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. يعني الأنبياء كلهم أخذوا الميثاق، لأنهم لو جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا بأن القرآن قد جاء مصدقا ناسخا مهيمنا للكتب السابقة. فمن هذا المنطلق بعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز بإطلاق أن نقترب من هذه الكتب ولا أن نقرأ فيها. وبعضهم يفصل يقول: يجوز لمن هو عنده علم، عنده يعني معرفة، فيقرأها ليرد على أهل الكتاب، ليناقش أهل الكتاب، ليبين البطلان التي فيها. وهذه عادة جرى عليه أهل العلم، يعني كتبوا في الملل والنحل، ويعني استدلوا بالكتب، يعني ببعض النصوص في العهد القديم في الكتاب الذي عند اليهود، وفي العهد الجديد عند النصارى، ليبينوا بأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حق. وهذا حينها يجوز إذا كان لأهل العلم وأهل الاختصاص. أما عوام الناس فلا ينصحون ولا يؤمرون بذلك، لأنهم ممكن أن يقرأوا شيئا باطلا فيؤمنوا به، ويمكن أن يمشوا بحق فيكذبوا به، فهنا ينبغي تجنب هذا الأمر. الركن الذي بعده هو الإيمان بالرسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تؤمن بالرسل. الإيمان بالرسل يعني ركن من أركان الإيمان، ومن كذب برسول واحد فإنه يكفر. فالناس عندنا يعني ثلاثة أقسام: منهم من آمن بالرسل والأنبياء، ومنهم من كفر بهم، ومنهم من اتخذ بين ذلك سبيلا. يقول الله تعالى في هؤلاء: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن
إن الذين يكفرون بالله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. يعني لا يجوز للإنسان أن يؤمن برسول ولا يؤمن برسول آخر. لماذا؟ لأن المقتضي للإيمان برسول هو المقتضي بالإيمان بالرسل الآخرين أيضا. إذا قال النصراني أنا أؤمن بعيسى عليه السلام لأنه جاء بالمعجزات وفعل وفعل وكان، فنقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو نفسه جاء بالمعجزات وكان وكان، فإذا لماذا التفريق بين هذا وهذا؟ فالإيمان بالرسل يعني يجب أن نؤمن بجميع من أرسل الله تعالى من الأنبياء والرسل جملة وتفصيلا. يعني جملة الله تعالى يعني ذكر بعض الأنبياء فذكرهم بأسمائهم، فهؤلاء نؤمن بهم بأعيانهم، هذا تفصيلا. وأما جملة فنؤمن بجميع الأنبياء والرسل، ولم يذكر الله تعالى جميع الأنبياء والرسل في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الذين مذكورون في القرآن كم عددهم؟ كم عدد الأنبياء الموجودين في القرآن؟ كاملين في القرآن 124,000؟ شوفوا كم. لا في القرآن 25. أحسنت، 25، 18 يعني منهم مذكورين في سورة الأنعام. لكن الأنبياء فعلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضعف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه الأنبياء 124,000 والرسل يعني 315 أو 313. وهذا يبين بأن هناك فرق بين النبي والرسول. يعني هناك من أهل العلم من يرى أن النبي يعني لم يؤمر بالتبليغ والرسول أمر بالتبليغ، وهناك من يرى بأن الرسول جاء بشرع جديد والنبي أتى مجددا لشرع من قبله، وهناك من يرى أن الرسول أرسل إلى قوم يعني كفروا به يعني معارضين معاندين، والأنبياء إنما أتوا إلى قوم كانوا يؤمنون بهم وجاءوا مجددين. وحقيقة يعني لا عمل ولا يعني لا فائدة من هذا الاختلاف عملي، يعني هو مجرد يعني مسألة يعني علمية بحتة. ولكن هناك فرق بين الأنبياء والرسل ولا شك، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فالرسل والنبي هناك فرق بينهما، وكلهم حقيقة بعثوا وأرسلوا ليبينوا. فلا يمكن أن يكون النبي لا يؤمر بالتبليغ ولا يؤمر بالبيان، والعلماء وكل من تعلم لا بد أن يبين، هذا يعني فيه ضعف. وهناك من الرسل من أتى ولم يأتي بشرع جديد، كيوسف عليه السلام وكداود وسليمان جاءوا بشرع من قبله. فإذا هذه التفريقات كلها فيها نظر. الرأي الأخير وهو أنهم جاءوا إلى قوم مخالفين يعني قد يكون هو أقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم. الله تعالى فضل بعض النبيين على بعض، فضل أولو العزم من الرسل وهم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم السلام بالترتيب الزماني، يعني نوح إبراهيم موسى عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضلهم وخاتمهم، لا نبي بعده. أرسل إلى الناس عامة، والأنبياء من قبله أرسلوا إلى قوم مخصوصين. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن وهو محفوظ إلى قيام الساعة، بينما الكتب السابقة كانت الأمم يعني مأمورة بحفظه، أما القرآن الله تعالى تكفل بحفظه. هي خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، تبلغ أمته ما بلغ الليل والنهار، نصر النبي عليه الصلاة والسلام بالرعب وتنصر هذه الأمة بالرعب. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، يأتي يوم القيامة فلا أحد يتقدم ليشفع حتى تقوم القيامة ويفصل بين الناس ويقضي الله تعالى بين الناس، لا أحد يتقدم، لا 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 آدم لا نوح لا إبراهيم لا موسى وعيسى، كل واحد يعتذر والنبي صلى الله عليه وسلم يتقدم فيشفع حتى يقضى بين الناس. بقي نقطتان إن شاء الله تعالى باختصار شديد. النقطة الأولى قضية عصمة الرسل، يعني الأنبياء والرسل معصومون من الخطأ بالإجماع فيما يخص البلاغ وفيما يخص البيان. مهمة الرسل الأولى هي البلاغ والبيان، لا يمكن لنبي
أن يكتم شيئا من الحق، بل ولا يمكن أن ينسى شيئا من الحق الذي أتيه، ولا يمكن أن يكتم وأن يغير وأن يبدل، لأنه هذه هي مهمته الأولى. والآيات في هذا كثيرة، حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قاعدة يقولها العلم، يعني لا يجوز في حق الأنبياء يعني السكوت عن الباطل في وقت الحاجة، أو السكوت عن بيان الحق في وقت الحاجة. ولذلك نحن نقول لما نعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول؟ لأنه نقول هي أفعاله وأقواله وعمله، وماذا آخر؟ تقريراته. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في مكان ما ورأى شيئا وقع، لا يمكن أن يسكت إذا كان باطلا، لا يمكن أن يسكت. وإذا كان يعني إذا كان باطلا فلا بد أن يبين بأن هذا باطل، وإذا سكت فهذا دليل على الإقرار ودليل على أنه مشروع. الأنبياء معصومون أيضا من كبائر الذنوب على الصحيح، لا يمكن لنبي أيضا أن يقترف كبيرة من الكبائر، لأنه قدوة وأسوة للناس. لكن يمكن للنبي أن يقع في خطأ، لأنهم بشر، وهذا في القرآن مذكور. آدم عليه السلام عصى، نوح عليه السلام قال سأل شيئا ما كان ينبغي أن يسأله، لما سأل أن ينجي الله تعالى ولده قاله إنه ليس من أهلك. وآدم من آخر؟ موسى عليه السلام لما وكز القبطي فوكزه موسى فقضى عليه قتله فاستغفر من ذلك. هذه الأخطاء التي تقع من الأنبياء، يعني حتى هذه الأخطاء فرق بين الخطأ الذي يقع فيه النبي والخطأ الذي يقع غيره فيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء لا يقرون على الخطأ، إذا أخطأ مباشرة يعاد، يعني الله تعالى يعني يرده إلى الصواب. الأمر الثاني أنهم سرعان ما يتوبون مباشرة، والأمر الثالث أنهم لا يصرون عليه، فهم قدوة حتى في الوقوع في الخطأ أنهم يعودون إلى الله تعالى مباشرة، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمنون. النقطة الأخيرة، كيف نعرف النبي؟ الله تعالى لما أرسل الأنبياء والرسل لابد أن يكون لهم علامات وأن يعرفوا. من أبرز ما يمكن أن نقول هو المعجزات، طبعا أوتوا المعجزات، والمعجزة التي يعني لا يمكن أن يأتي أحد بمثلها، ولذلك سميت معجزة لأنها يعجز الناس عن الإتيان بمثلها. الأمور الأخرى أنه ممكن يبشر نبي من قبله يبشر به. الأمر الثالث حالهم، يعني النبي صادق مكتمل الخلقة معروف بين الناس، يعني لا يمكن أن يأتي في قوم يعني من قوم آخرين، معروف بين الناس، معروف بصدقه، معروف بسيرته، رسالتهم أيضا ما يأتون به يعرف النبي لأنه أتى بحق. ومن أعظم ما أتى به الأنبياء الدعوة إلى التوحيد، فلا يمكن لأحد يدعي النبوة ثم يقول للناس يعني أن يعبدوه، أو يقول للناس شيئا يعني مخالفا لما أتى به الأنبياء من الدعوة إلى التوحيد، من الدعوة إلى العدل، يعني فينظر في رسالتهم فنعرف أنهم يدعون إلى الحق وأنهم أنبياء. الأمر الأخير أنهم منصورون، الله تعالى ينصر الأنبياء، يجيب دعوتهم، ويتكون كلمتهم هي يعني هي العليا، وأن تكون يعني في الأخير الله تعالى ينصرهم سبحانه وتعالى. هذا ما يمكن أن نقوله في الإيمان بالرسل والأنبياء، وإن شاء الله تعالى نكمل يوم السبت بإذن الله تبارك وتعالى بقية الأركان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.